ارحام والله رجع اسم الغالي، والله رجع اسم الغالي ابو عمر كل صبيح يا حب قلبي يا ابو عمر. حيك يا ابو عمر صبيح النور يا ابو عمر. اخو محمد حيك يا ابو عمر يا حب قلبي يا ابو عمر يا حب قلبي يا ابو عمر. لا روح يترب لا روح لا روح ابو عمر يا اخي اقسم بالله اسمك اسمك هيك برجع مش بدخل القلب والله هيك الله يسعدك يا ابو عمر يا حب قلبي ابو عمر. شو الصباح الحلو يا زلمه، اقسم بالله احلى صباح بالدنيا يا حبيب قلبي ابو عمر، والله يعزك يا رب. شكرا والله، شكرا يا ابو عمر والله شكرا الله. شكرا الله يعطيك من خيره والله، الله يعطيك من خيره. الله يسعدك يا ابو عمر يا حبيبي. محمد يسو والله شكرا شكرا يا الله ابو عمر. الله شكرا يا ابو عمر، والله شكرا والله شكرا اولي. وين القفزات هاي؟ شو قفزات تجي على الصبح؟ دن يا عمر يا دن. انا الحين وقتي هذا متى خاصك قديش منزل وقت فكرك يا ابو عمر يا حبيبي. حتى شوب انت حتى تبون ول 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 تعال كمل. هي 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 خلاص خلي تاخذ توب بعدين. لا لا حبايب حبايب التوب ليه راح يتوبون ليه يحفلوها؟ اوكي كم الطب الثاني؟ ما ادري بس دلوقتي كم نجح في التوب بالاخير. شباب الجوله محمد حيك والله كفو محمد والله يسو محمد ابو عمر. ابو عمر والله لا تكلف حالك والله انه انت وجودك التوب اقسم بالله بس ولعت محمد عندك ما بعرف. الله يسعدك يا ابو عمر الله يخليك يا رب. مش ولعت معنا تو احنا من قبل شويه ابو عمر ابو عمر ابو عمر يا ابو عمر. مشكلة أبو عمر الإخوان بعد سكرات يا أبي يا أبو عمر والله شكرا أقسم بالله شكرا يا رجل أقسم بالله شكرا أبو عمر الحب يا حب قلبي يا أبو عمر يا رجل الله يسعدك صباح والله شكرا أقسم بالله شكرا والله شكرا أقسم بالله الله يسعد صباحك والله شكرا. شباب شباب طب خلص أكثر من هيك قدم لكم سكور ما في شيء، واحد يحفل واحد يعمل شيء شاب واحد جحفل يا عيال بالبيت بالبيت رابع واحد قدم عسكور لا تجحفل يا جماعه لا تجحفل قدم ولا كصحى ولا واحد يصحى يقدم سكور بكره راح الجوله اخر 10 ثواني لا تخسر راح الجوله راح تروح 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 الله يسعدك ابو عمر ما قصرت اقسم بالله ما قصرت بي 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 محمد ورا ابو عمر يا حبيب قلبي يا ابو عمر والله شكرا اقسم بالله شكرا اقسم بالله شكرا ابو عمر الحب الله يسعدك يا رب الله يبيض وجهك والله شكرا الله يبيض وجهك بس بس شكرا والله شكرا محمد يسو الله يسعدك يا رب عدنان والله شكرا شكرا تعال تعال الجولة الثانية تعال والله أخذتيه طب ليه لسه لا بعد بعد جماعة ضيفونا الداعمين فوق تكبيس تكبيس مع بعض تكبيس مع بعض أقسم بالله ما قصر والله أنك وافي أقسم بالله العظيم أنك وافي أقسم بالله العظيم شكرا أصول هسا 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 يا حبيبي يا حبيبي هاي الضحكة اللي بعدها كوارث. اي نعم نورة ضحى هلا تكبيس جماعة تكبيس جماعة تكبيس. انت وين قاعدة بمنجرة؟ شو هذا شو بعملوا؟ سمعت الصوت انت والله والله يا اخوان اخوان والله ابو عمر القلوب شو بتسوي غلب شو بتسوي يا بشحال ابو عمر والله شكرا شكرا والله الله يعطيك من خير ويا رب امين امين والله والله انه وافي مع الجميع والله ما
الله يسعد والله والله الله يسعد وين ما يروح والله. جماعة تريبل تريبل جماعة ما نخسروش الجولة هادية. أخي أبو عمر برا. الله يشكركم عمر. الله يسعدك. كركر حيك يا أبو عمر. والله شكراً. هو سكر عنده تريبل، هو سكر، إحنا ما سكر عنا تريبل، هدي ب 1600. هدي ب 1600 سكر تريبل جماعة. حيك حي، حيك حي. أبو عمر يا أبي يا أبو عمر، والله شكراً، أقسم بالله شكراً. وين بتلاقوا ناس أوفياء زي هيك؟ والله والله ما بتلاقي، أقسم بالله. أبو عمر الحب يا ليل والله. زوجتين يغدين مورة أبو عمر يغدي زوجتين مورة. عرفته يدخل عند الجولة نستمتع بالجولة. والله مش عادي أبو عمر قاعد يتحدى حالي. مين يفوز أبو عمر؟ يفوز أبو عمر الأول أو أبو عمر الثاني؟ آخ الله يسعدك يا رجل. أنا بصراحة أقول أبو عمر اللي عندنا أقوى من اللي عندهم. آه أكيد أبو عمر اللي عندهم عصدهم. ناصر إيش بك تبكي؟ إيش؟ بك تبكي؟ ببكي لما أشوف أبو عمر من الفرحة. أنت ما شفته، أنت تشوف سكورات بس. أنا ما شفت سكورات ولا شفته، بس شفته بالقلب. في إحساس. شكرا أبو عمر الله يعطيك من خير. والله شكرا يا أبو عمر. اسكت رجال أعمال هون قاعدين. رجال أعمال؟ ولك هذا مقهى ما حد داري عنكم فيه، ولا رجال أعمال ولا رجال أعمال يجوا يفطروا في بريكفاست هون. جماعة اسمعوا اسمعوا، سكورات هيك مش راح تقدم، اوكي؟ فإحنا نجحفلوا، فإحنا نجحفلوا، يلا. شباب جحفلوها ها. جحفلوها يا الربع ها. هذا مش ضحك مش ضحك. زعما شو؟ 90 دقيقة. 90 دقيقة. رضا بكم ضحكتك. اي رجال اعمال بيقعد بمنجره ولكن حداده هاي بنت حداد. شو اللي ب تبع الكوفي؟ تبع الكوفي تبع الكوفي شو بيسوي؟ بيعمل صيانه؟ واحد جواب يا اخي بيعصر الكوفي هيك، كيف بتعصر؟ ايش معصور؟ بيعصر في كيف بتعصر الكوفي انت؟ كيف بتسويها الكوفي؟ الكوفي بينعصر؟ ما بينعصر الكوفي يا بنت حداد. شو ما بينعصر الكوفي؟ الكوفي يا اخوان ما الو والله لما اروح اصور له كيف تبغى بردقان بنعصر. اه كلام انت يا عمي ماكو يا عمي حلها. اوكي خلص بنعصر. هي هذيك الكوفي صوره بنطحن بنطحن بنطحن. ليه ما بتنطحن؟ كيف بتنزل مي يعني بتنعصر؟ الطحين بيصير طحين لكن العصير بيصير معصور. ولك بنطحن طحن يا بنت حلال. شو ينعصر؟ شاف جحبلوها وعمر اللي عندنا جحبل. جحبل بطاطا ولا سكر بطاطا ولا بس جحبل بوردي يا عدنان يا نيص يا الهامل يا زين. انا حالي مش تمام. هو خلى ناصر يفوز الجوله الاولى وخلى انت تفوز الجوله الثانيه. لو واحد ما يزعل والجوله الثالثه راح يقدر يفتح بس. يا ما بيقصر والله ما شاء الله عليه والله بصراحه. اللاعب الوحيد والانسان الوحيد اللي برنامج كامل ما يقصرش معاه، بتشوفوه عند الناس كل ابو عمر. والله والله ما بيقصر، اقسم بالله ما بيقصر، اقسم بالله ما بيقصر. شكرا والله شكرا. جماعة على فكرة بقول لكم معلومة مهمة، ودائما أبو عمر يكتب هالشيء هذا في حساب في 90,000 يفتح لايف، مش أبو عمر هذاك، هذاك حساب ثاني اللي بيشوفه ببلكم. أبو عمر ما بيفتح لايف أصلا. ما بيفتح لايف، ذاك حساب ثاني اللي بشوفه يعني اي حساب تشوفوه اسمه ابو عمر فتح لايف اعملوا البلوك. خصنا نقول جواب جواب. ليه خلوا حكم يلا عاد. لانه ابو عمر والله ما قصر وبيدعم هون وهون يعني هو. يعني بعرف اوكي يعني
الله يسعدك، كثر الله خيرك يا ابو عمر، والله ما قصرت اقسم بالله. ناصر راح نجلدها هسه. الشباب قبل شوي فزت صارت تعيط، عشان نفوز هاي الجوله بتكسر القهوه. ايش هي شغلة المكيف؟ صح لها عيطلها لحبيبتك. شباب ثلاث كبسات على الشاشه. صحيح بيبي. كم واحد انت وضحى؟ كم واحد رايحين على المقهى؟ أربعة. ما شاء الله، قديش دفعتوا انتوا أربعة؟ لسه ما دفعنا. لسه رحنا نصدم بالأخير. قولها قولها أعطينا الأديسيون. ما فيش مي قولها. I want water water water. يا قد تحكي إنجليزي شو اسمه؟ 8000 نقطة يا جماعة، 8000 نقطة. تعملوا انجليزيات. محمد ما قصر وكلها ما قصر. مستر زاك والله كلهم ما قصروا من الصبيح معانا، ضيفوهم جماعه. حبايب الدبل يروح. محمد هذا دبل بده دبل. فاصه فاصه الدبل اقسم بالله ما بعرف كل ملعب محا دبل بده. اخ محمد حي. اخ محمد كم من عنده؟ والله محمد كفور. انه محمد يا انه محمد يا باشا. إنه محمد لما يكون هو موجود، لما يكون هو موجود سلم لي. شو يسلم لي؟ يعني باي باي. عندي زيد يا زلمة. الله أكبر، شباب شيروا يا عيال. يا عيال شيروا ها. في شيء بصير. إيش هو يعجلون؟ شباب شيروا ها. طرقود دبل يعني إحنا أزهل. يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة اللاوة. شباب شيروا ها. هوب 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 هوب. مالو هذا معصب؟ مالو معصب يا عمي؟ هو هيك هو هيك ماكم هو شو بدي الصبح؟ وايد وايد بدي الصبح ليش الناس زعلانة؟ اه وان 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 جست وان جست وان شو بدك تكون معصب الصبح؟ حرم بالحرام ما يجحفلوش ما يجحفلوش ما يجحفلوش لا لا مش ثانك يو ثانك يو. انا دعم الشخص، انا لا انفذ احكام. شخص انا شو مين شخص انا؟ محمد له ساعتين معانا، صار له ساعه يدعم محمد. والله وافي شخص والله العظيم. ما لا تفكر انت ما يعرفك محمد اصلا. ما شخص انا تيجي يجي يدعم ساعة محمد ما يكونش موجود في الدعم في الليل، يجي الصباح يمكن عايش في امريكا. شخص انا مش شخص انا. محمد يا حبيبي شكرا والله شكرا، الله يسعدك يا رب. لا يا محمد لا عفا عليك، خذ راحتك خذ راحتك بركه. القم ميوت. شخص انا ما نعرفه محمد والله ما هي شخص انا. طيب والله محمد والله ما مستحيل والله كفو. محمد الله يسعدك والله شكرا. محمد ثاني والله شكرا. لا خذ راحتك خذ راحتك اخوي عادي. ناصر هسه راح يقول لك شو الصوت هذا شو الصوت هذا جد وات ذس. ويفول محمد والله يستاهل والله. انترنت كونكسيون ديسكوب انترنت فاست. هاو ماتش هاو ماتش؟ ميتين وثلاثة وثمانين. والله زين. زين يا اوكي. كارت فيزا. ثانك يو. ما رخيصة. والله. قديش طلع الحساب؟ 280 80 قديش يعني بالدولار؟ قديش بالدولار؟ كم بالدولار؟ يعني بالدولار يطلع تقريبا 80 دولار. ارحم القاضي ارحم اخوي. يعني شباب 80 دولار يعني يعني اوكي لك لكن في 65 65 غاليه تركيا؟ لا بتركيا هذه تركيا 400 دولار 500 دولار. مستحيل مستحيل تركيا. بالدوحه يا اخوي. نعم هذا مكان راقي ما قاعد. ايده كل من عندي. من عندك من عندك من عندك من عندك. اوعى اوعى. لا لا خلصي 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 عادي عادي. طب ما معكم خفاز؟ اخوان سكورهم 35 واحنا سكورهم 9000. لا 40 دينار هاي كل شيء يعني. فاصل فاصل الربح. جحف معايا انت مش تروح معانا. يلا يلا ها حط لي الشيحن. شفت عينك على ملقا. باي باي ثانك يو. باي يو ار ويلكم ثانك يو. معلق عندي معلق. معلق شو اللي معلق؟
سي هاي. كيفك؟ كيف حالك؟ والله الحمد لله تمام. اعطيني ضحى تبث عني. هاي بيبي ناصر. والله توحشتك ناصر اقسم بالله. كثير يا حبيبي والله بنوم. بنوم ليش ما بتحسينا بنوم؟ اول واحد نحبه في الاردن شوف ثلاثه ما بقدرش نفرق بيناتكم انت وعبسي وميكس. يا حبيبي يا بنوم والله انت ما اعرفش بالك كاين اخذ اخرين يسووا بثوث في الاردن الله ما نعرفه بتعرف فكرتهم من ثلاثه. حبيبي الله يسعدك ان شاء الله ان شاء الله يا محمد والله لي الشرف يا حبيبي ان شاء الله يرجعوا كاستات زمان ان شاء الله ان شاء الله الحكم يلا الاول يلا يا ضحى روحي وسيارة ضحى بدك تحكميني وانت بالشارع رابط جديد يا السلطه نستنى الرقم الجديد يا قلبي انا ما بلعبش ارقام والله انا يوم ما كسرت الرقم ما صرحت انه راح اكسر ارقام اصلا وعليكم يا اخي كل مره تكسر شنو تستفيدوا كي تكسروا الارقام